للطيبات والخبيثين للخبيثات، أو الخبيثات للخبيثين والطيبات، ما مضمون الآية. هذا الحسن متزوج جعدة، هذه الآية لا تنص هكذا. طيبات يعني الأفعال الطيبة، الأفعال الطيبة أو المكان الحسن الذي أنت أنبته يوم القيامة وبنيته. هذا المكان والله طيب، هذا المكان والله فره، فلك لأنك كنت طيب فيما مضى. مو يجيبون للطيبين للطيبات ويقول لك مرت فلان ومرت فلان، امرأة نوح ولوط كانت تحت عبدين مو صالحين، ما مضمون الآية، فخانتهما. ها شلون حكي؟ اكو طيب ياخذ شنو نتنة، واكو شنو امرأة فرعون مو كانت مؤمنة لو مو مؤمنة، قالت لله لمحمد ابني لي بيتا في الجنة. اذا احيانا المرأة تكون طيبة وزوجها نتن، هل تؤخذ بافعال زوجها يحشرها يوم القيامة وياش لا علاقة؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى. الطيبات يعني ما تأكله وما تلبسه وما شنو يكون لك مستقر. هذا المكان ظنك مو طيب.